وحول هذا الموضوع ينضم معي مي الصايغ، مسؤول الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعية الصليب والهلال الأحمر من بيروت. مرحبا بك سيد الصايغ. بالأمس تخطى عدد الضحايا في غزة حاجز 10,000 قتيل، كيف تنظرون أو تتعاملون كمنظمات دولية مع العدد الذي يتزايد يوميا؟ نعم، نهارك سعيد لحضرتك وللمشاهدين الكرام. أكيد نحن عم نتابع هذا الموضوع بقلق وحزن على كل على ما يجري اليوم بغزة، وسقوط العدد الكبير من المدنيين وحتى إصابة المسعفين بالهلال الأحمر فلسطين أو كافة الطواقم الطبية. اليوم الوضع كارثي في غزة على كافة المستويات، ونحن منقول يعني ومنجدد أطراف النزاع لازم يلتزموا بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. المدنيين ما لازم يكونوا هدف. نحن منشوف تساقط العدد الكبير من الضحايا، هن من الأطفال ومن النساء، وعم نشوف اليوم هيدي المأساة المستمرة. فنحن منناشد العالم اليوم أنه لوقف إطلاق النار وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع اليوم، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك هيدي المساعدات عم تدخل ولكن بوتيرة كتير بطيئة، وجع الناس اليوم وحاجاتهم على الأرض ما بتنطر. طيب كيف تنظرون أو تتعاملون كمنظمات دولية مع العدد الذي بالفعل سوف يتزايد يومياً؟ نعم، لهذا الأمر نحن طلبنا بوقف إطلاق النار، طلبنا بإدخال المساعدات الإنسانية، لأنه اليوم موضوع كعم سبيل المثال موضوع الوقود هو أمر كتير حيوي، لأنه اليوم من دون وقود ما في عمليات إنسانية، ما في الطواقم الطبية تابع عملها. عم نشوف قدي زملائنا بمستشفى القدس امبارح أعلنوا هدنة مدة 48 ساعة لنفاذ الوقود وعدم قدرتهم على إكمال مهامهم الإنسانية وتقديم الخدمات الإسعافية. ضوينا على موضوع المياه واللي عم يختلف فيها الصرف الصحي، وقد ايه عم يتعرض اليوم اهل القطاع لانه هن يكونوا امام خطر انتشار الامراض والاوبئه. يعني نحن عملنا بيقتصر على المناصره والمناشده وحشد كل الجهود الدوليه اليوم لوقف هي حمام الدم بغزه وتوفير يعني خساره الارواح، لانه اليوم مثل ما عم نشوف للاسف اليوم العدد الكبير من الضحايا هن الاطفال والنساء. واليوم كل يعني كاتحاد دولي لجمعيات صليب احمر والهلال الاحمر من خلال جمعياتنا اللي بيتالف منها الاتحاد 191 جمعيه صليب احمر وهلال احمر، الى جانب وقف اطلاق النار كمان عم نسعى بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني الى ادخال المساعدات الى غزه. اليوم في جسر جوي من اوروبا طائرتين، واحده من دبي وواحده من بروكسل، لادخال المساعدات الانسانيه، والحشد كل الجهود اليوم لمزيد من الموارد للدخول الى غزه. ومطالبتنا اكيد انه يكون في حماية للعاملين بالمجال الطبي والمجال الإنساني وعدم التعرض للمستشفيات وحمايتها وحماية كل الفئات اللي هي بموجب القانون الدولي الإنساني ما لازم تكون هدف. طيب الأمين العام للأمم المتحدة قال بالأمس أن غزة تحولت إلى مقبر الأطفال، يعني هل لديكم إحصائيات دقيقة عن عدد الضحايا الأطفال وما هو سبب النسبة المرتفعة لعددهم من بين بقايا الضحايا؟ طبعا نعم، للأسف يعني اللي قاله الأمين العام هو واقع. اليوم ثلث الضحايا يعني ثلثين الضحايا بغزة هن من الأطفال ومن النساء اللي موجودين تحت الأنقاض. كمان عندنا بحوالي 2200 شخص هن موجودين تحت الأنقاض، بقى نصهم من الأطفال. للأسف دايما بالحروب وبالنزاعات هن النساء والأطفال هن الأكثر فئة معرضة، هي الفئة الهشة وضعيفة وهي اللي بتكون مستهدفة أكثر من غيرها. اليوم يعني عم نشوف حتى بموضوع غسيل كلى الأطفال، بموضوع الأمراض السرطان وكل يعني عم نشوف قديه في عنا عدد كبير من الأطفال. ما تنسى الظروف القاسية التي كان يعيش فيها الناس بغزة، يعني نحن ما بنقدر اليوم نعزل اللي عم بيصير عن سنوات من الحصار وعدم إدخال المساعدات الغذائية وعدم اليوم كانت المياه بيختلط فيها الصرف الصحي وهي منها مياه صالحة للشرب.
فكل هالعوامل المجتمعه يعني بتجعل النساء والاطفال كمان هن عرضة لاكثر غيرهم يكونوا من الفئات المستهدفه. اكيد نحن من ناشد المجتمع الدولي وهيدا بنداءاتنا انه تجنيب المدنيين ما يدفعوا فاتوره هيدا النزاع، ولكن للاسف عم نشوف هيدا العدد الكبير من الضحايا، وبكل اسف وبكل ما بدي يعني شو بدي اقول لك الوضع الانساني قد ايه هو مؤلم لنحن نشوف كل هالاطفال اليوم عم يتعرضوا لهيدا القصف، عم يتعرضوا لهيدا الرعب، عم نشوف كيف عم يرتجفوا الاطفال، عم نشوف قد ايه عم بيعانوا، ورغم كل هيدا الشيء انه بنحيي عن جد جهودهم قد ايه هن صامدين وقد ايه هن قادرين يكفوا بظل هالظروف الصعبه. طيب يعني وكاله الانروا سيده صايغ ذكرت اليوم ان 70% من سكان غزه اصبحوا نازحين، ما الذي تم اتخاذه لاستيعاب هذه الاعداد وتهيئه الظروف الانسانيه لمعيشتهم؟ نعم للاسف يعني اليوم ما في مكان امن بغزه، حتى الدعوات للناس لتنزح من شمال غزه الى الجنوب هيدا شيء ما بيعني انه هن عم ينزحوا لمكان امن. الوضع الامني هو الاساس اليوم، لانه بظل عدم وجود مكان امن بغزه يعني حتى لو نزحوا من الشمال الى الجنوب في كثير صعوبه لتوفير المواد الغذائيه، لتوفير الاسعافات الاوليه وكل يعني الخدمات الأساسية. اليوم يعني الحاجات ماسة جدا، وأكيد نحن يعني زملائنا بالهلال الأحمر الفلسطيني نحن اللي بنعمل من خلالهم، هني على الأرض عندهم خطة استجابة لهذا النزاع المسلح اللي بلش من 7 أكتوبر واليوم دخلنا شهر على هذه الكارثة الإنسانية، ولكن كمان طاقاتهم يعني ما عاد عندهم قدرة استيعابية ومخزون الاستراتيجي نفذ. يعني بعطيك على سبيل المثال مستشفى القدس هي بتضم 14,000 نازح، يعني هول الأشخاص اليوم موجودين إلى جانب 500 مريض والطاقم الطبي وكادر الهلال الأحمر الفلسطيني، وهذا الأمر بينسحب على مستشفى الأمل بخان يونس اللي هي عم تستقبل العدد الكبير من النازحين. بتشوفي بممرات المستشفيات حد غرف العناية المركزة، حد غرف العمليات، الناس عم يفترشوا الأرض وللأسف ما في محل لهم يناموا. هيدا يعني هيدا الماكسيموم اللي عم تقدر تقدمه اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لإغاثة هول الناس، على القليلة تأمين سقف آمن لهم، لكن على المدى الطويل أكيد لازم يكون في مأوى لهؤلاء النازحين، واليوم اللي تهجروا من منازلهم وهن عم يلجأوا لهيدا المدارس، ولكن هيدي خطط يعني على المدى المتوسط يتم دراستها مع بالتنسيق مع المنظمات الدولية وكل الأطراف ذات الصلة. نعم طيب بعض الدول كما ذكرتي أيضا يعني مسبقا أنه بين الأردن والإمارات شرعت بإيصال المواد الإغاثية الضرورية للقطاع، وكما تعلمين أن هناك الجثث في الشوارع أيضا وعمليات بتر الأطراف تجرى بدون تخدير، يعني هل هناك تنسيق معين أيضا لترجمة هذه الخطوات كجهد دولي على نطاق أوسع؟ نعم بالفعل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالعالم مثل أي كارثة أو نزاع بالعالم هن دايما بيسارعوا لأرسال مستشفيات ميدانية، لأرسال أطباء، لأرسال متطوعين، وهيدا أكيد الأمر عم يتم بحثه ودراسته، ولكن اليوم الجانب الهلال الأحمر المصري هو عم بيقوم بالتنسيق بشكل أساسي مع الهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة الحاجات على الأرض اليوم وقت خيلة إلى قطاع غزة، ولكن مثل ما عم تشوف يا حضرتك للأسف في بطء بهيدي العملية الاستجابة لهيدي الكارثة الإنسانية، وكلنا بنعرف المعوقات على الأرض، ولكن نحن عم نتابع عملنا وعم نحس كل الأطراف وعم نحشد كل الجهود اليوم لهيدي الحاجات الأساسية على الأرض لتكون متوفرة ونقدر نأمنها للناس بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. نعم مي أصيغ مسؤول الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعية الصليب والهلال الأحمر من بيروت، شكرا جزيلا لك.